رجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل. في هذه الفقرة صراحة رح نتكلم عن موضوع جدا مهم. في هذه الفترة عندنا نماذج سعودية ناجحة جدا توقع منها أنه هي رح تقود المجتمع إلى كل نجاح طبعا في الفترة القادمة. وطبعا هذه النماذج بتحاول أنها تحول الأفكار إلى آلية تنفذ من خلالها المشاريع، الابتكارات وكمان المبادرات. فعلا أسرار، وممكن نتساءل بعد مقدمة أسرار ونقول كيف، خاصة أنه كيف أنا عندي أفكار بس ماني عارفة كيف أترجمها أو أوضحها بطريقة معينة، أقول كيف تتحول في يوم من الأيام لبرامج. طبعا في طريقة لهذا الموضوع ورح نتكفي مع ضيفتنا المتمرسة في هذا الموضوع اللي نورتنا، أستاذة عليا مليباري خبيرة التصميم الإلكتروني والقيادة. يا هلا فيك سيدتي، نورتينا. الله يسعدك، والله منورة بيك. بالبداية نقول لك الحمد لله على السلامة من أمريكا. الله يسلمك. وثاني شيء خلي مشاهدينا يتعرفوا مين هي أستاذة علياء مليباري. الله يسعدك وشيلي أستاذة، خلينا كده علياء مليباري. والله يا ست الناس، زي ما قلت لكم أنا اسمي علياء محمد علي كتي مليباري، بنت من بنات مكة، تربيت تربية جميلة، تربية من أنا صغيرة على حاجة اسمها قيادة لأب وأم معلمين، أبوي الله يرحمه وأمي الله يشفيها ويرفع عنها، علمونا على حاجات مرة حلوة. لما نتخرجت زي كل الناس فكرت أطلع أدرس وأكمل دراسات عليا، وما كانت حتى فكرتي أمريكا، كنت حابة حتى في السعودية، كنت دائما متوجهة لفكرة الإدارة والقيادة بسبب مكيات قائدات رائعات زي الدكتورة مريم صبان، دكتورة جميلة سقة، أستاذة سوسن الساغ، مجموعة لو أذكر أسماء من اليوم لبكرة، وكنت أنا أصغر شيء كده حاجة صغيرة معاهم. جميل جدا. فعلمونا شيء اسمه قيادة وإنه كيف تسوي منظمة وكيف تدرب البنات على القيادة. فلما طلعت أمريكا صرت أشوف تخصصات غير اللي عندنا، غير طرق تدريس وغير إدارة أعمال، شيء كده في النص اجمع بينهم عشان تحول الحب للقيادة لشيء أو لآلية. وصارت في النهاية تخصص اسمه Instructional Design and Media Technology، كيف تحول أي شيء في الحياة من أصغر حاجة من تعليم طفلك أو خادمتك لأكبر شيء لبناء مشروع إلى فكرة حقيقية وحاجة ملموسة أمامك. حلو، جميل جدا. طبعا عليا أحب أشكرك أن أنت خصصتينا بهذا اللقاء قبل ساعات من سفرك أو رجوعك لأمريكا. حابة أسألك، طب كل اللي قاعدين يتابعونا حابين يسألونا أكيد كيف ممكن أحول البرامج أو أصمم برامج، أحول فكرة لشيء أنفذه على الواقع، كيف ممكن يصير هذا الشيء؟ إذا ممكن تضربي لنا مثال يعني. الدراسة حقتنا تعتمد على نظريات زي أي تخصص ثاني زي الفيزياء والكيمياء، عندنا نظريات عندنا أسس. أديكم هي بالمختصر كده المفيد، هي تديني مدخلات، يعني أنت تجي تقولي لي أنا حابة أعمل الفكرة الفلانية. حضرب لكم المثال اللي قلت لكم عليه اللي حقت كيف أخرج مخرج في النهاية إلكتروني. فترة انتشرت أنه أي حاجة ما تعجبني أو أي شيء مسيئة للبلد للدين، أول حاجة نسويها نروح كلنا نكتب هاشتاج أو نرسل رسائل، الفيلم هذا مسيء وهذا رابط الفيلم المسيء أو الشخص هذا مسيء. طب أنتوا شهرتوا الشخص، هو إيه بشهرة؟ أنتوا وصلتوا الإساءة إن كانت على بلدنا أو على ديننا، وصلتوها لكل الناس. صحيح. ونشرتوها لكل الدنيا، ساعدتوا في النشر، ساعدتوا في النشر. فجيت كده بيني وبين نفسي قاعدة أفكر، قلت والله إحنا أنا عندي الهدف حاليا اللي أنا بدي أغيره إنه أنا ما بالناس دي، وبالذات الناس البسيطة اللي يمسكوا الواتساب، أمهاتنا خالاتنا وارسلوا، ما في الا كوبي بيست خص ولصق. صحيح. واغلب الاشاعات بتجي من هنا لانه بيرسلوا اشياء ما بتكون صحيحه اصلا، اشياء يعني احنا بالذات برا نشوف الاشياء تمس بلدنا. صح. انتوا السعوديه عندكم من فين ذا الكلام؟ مننا احنا. صح. طلعناه. فقلت خليني اسوي هاشتاج صغير اسمه لا ترتويت السيء. فكرته ببساطه قلت انه انا بقول لهم ترى انت لما بتسوي كده بتحقق الهدف الخبيث وليس الهدف الحسن في. صحيح. الموضوع وبنتشر. فكانت في النهايه المخرج كان عبارة عن فيديو صغير وعبارة تويتات واتنشرت. أنا كده فكرتي الصغيرة اتحولت إلى حاجة ملموسة، يعني بما معناه أنه أنت بتعملي خطة لأي فكرة مكتوبة على ورق بحيث أنها تتنفذ وتطلع نتائج. طب لو عندنا بنت حابة تتزوج ينفع تحط خطة؟ يلا البنت اللي مثلا حابة تتزوج لأي أفكار، أنت قلتي لأي أفكار، أي فكرة. البنت اللي حابة تتزوج أول شيء يعتمد على المدخل هنا اللي حيدخل علينا العريس هذا. أيوة. حنمسك هو المشكلة كلها في المدخل، هو ده. ها إيش حتسوي؟ أي عادي، هو ده عارف العريس. طيب هي ما هي عارفته عاد، هذه بناء على إيش عندها هي طبعا، الأهل اللي يسألوا، أو إذا مثلا كانت موضوع الزواج تقريبا في عن خلال العمل أو خلال الدراسة أو من أي جهة.
في مواصفات انت ايش حطتها. في بنات عاد يحبوا يروحوا الابراج، انا هذه مع اني احبها بس والله ما حتدخل فيها. أيوة. يعني ما حت انه برجو كده حيتوافق، لا هذه الاشياء لا. ايوه تفرق. انت زواجك ايش تبغى، انت حابه تبني عيله، عائلتك هذه حتعتمد على ايه، انت تقدر تحط لنفسك خطه صح. كيف حياتك انت حتصير صح. كيف يعني مثلا نظام التربيه، لنفرض انا مثلا تربيتي كانت جدا مريحه او على قولها مدلعه عند اهلي، بس عرفت انه نظام التربيه عند اهله كان قاسي او برضه هو كان مدلع، طب هذا غلط، احنا ما نبغى اطفالنا يطلعوا لا مدلعين ولا معقدين، فاحنا نرسم من البدايه. انت ترسمي بالضبط يعني انت تيجي تحطي الاشياء الموجوده هدف. الاشياء اللي ما هي موجوده. أيوة. وخلاص تعرفي اشطب على ذي، لا هذا موجود فخلاص هنا بالضبط. تقدر يعني هل هذه الطريقه فعلا يعني توصلنا لنتائج كويسه؟ احسها اتوقع يعني ينفع الا صحيح. أيوة. هي ليش تنفع؟ يعني احنا عشنا، انا انسانه عشت حياتي فتره طويله من حياتي عشوائيه، لا تخطيط لا ترتيب. وهذا اللي الاغلب بيسووه كمان، وفي نفس الوقت احنا دائما نمشي بالبركه صح. بس فعلا فعلا يعني في ناس بيمشوا بالبركه، بس في ناس سبحان الله تستوعب انه بعد البركه هذه انت بتتخبطي بالزياده، انت تقدر تشيل عناء التخبط هذا وتنظم حياتك. بس اكيد هذا التخصص اللي درستي فيه ينفع لشخصيات معينه او ناس معينين، مين هي الفئه اللي تستفيد من هذا التخصص وايش المجالات اللي يخدمها هذا التخصص؟ بالنسبه للتخصص ده الناس اللي تشتغل فيه اول حاجه لازم يكون عندها شويه يفكروا خارج الصندوق، لانه في اشياء انا اقدر اسويها زي ما قلت لكم في فيديو، بس في مشاريع لا تحتاج سنه سنتين ثلاثه. احيانا احنا في منظمات تطوعيه كثيره عندنا في امريكا او هنا في السعوديه زي برنامج القيادات الشابه المكيه، هذا لنا 13 سنه شغالين فيه وما زلنا، لانه المجتمع يتغير فلازم اغير اهدافي صحيح اغير صحيح حاجاتي. بالنسبه للناس اللي تستفيد منه الجميع، لانه كده باختصار عندنا في السعوديه طرق تدريس ومناهج إدارة أعمال، هذا شيء في النص يخدم ده ويخدم ده صح. هو أخذ من طرق التدريس والمناهج، أنت في النهاية حتى تربيتك لطفلك أو تعليمك لخادمتك أو سائقك أنت كأنك بتدي منهج صحيح شفهي هو كتابي. يعني كيف نجيب مثال يعني من موضوع الخادمة، صراحة عجبتني الفكرة أنه كيف أنا ممكن أسوي بروجرام كيف أتعامل مع خدمتي، كيف ممكن تبدأي هذا الشيء؟ يعني احنا مثلا زي اللي في مكه معروف اللي يجون دائما مسلمين، واحنا ممكن يغيروا حتى ديانتهم عشان يدخلوا مكه ويشتغلوا عندنا في مكه. فانا لما تجيني انا اعرف دائما اقول لكم المدخل اللي داخل علي من اي دوله، ايش اللغه، كيف تتعلم وايش ما تتعلم، انا ايش احتياجاتي، هل انا احتاجها في تربيه اطفالي ولا انا احتاجها في الطبخ ولا احتاجها في كده، بناء على ده. وهنا احنا الشخصه واحده بنحتاجها في 900 شغله. وغير كده الاسلوب، يعني لا تكون فظا يعني غليظ القلب فينفض من حولك. فاحنا عندنا انت عندك الفكره، يعني انا ممكن ادي برنامج مشروع اسوي لك خطه حلوه تجنن، لكن انت شخص ما حتقدر تلتزم باللي موجود فيها. انا احيانا ابني ما عندك قوه الاراده الكافيه والاصرار انك انت تتماشى مع خطه معينه، زي لما تروحي لطبيب تغذيه ببساطه ويقول لك هذا الدايت امشي عليه، في من يلتزم وفي ما الا ما يلتزم فعلا. وفي النهايه المخرج يا حتكوني نحفتي وصرتي الشكل اللي انت تبغيه، يا انت زي ما انت وضيعتي زي ما رحتي زي ما جيتي صحيح. لا والله يعني فكره حلوه، بس تتوقعين انه اغلب الفشل اللي بيصير في حياتنا العمليه بيكون انه ما في تخطيط كويس؟ طبعا التخطيط انا زي ما اقول لكم هو ترى مره شيء مهم، بس انا من الناس اللي برضه ارجع اشوفه بالرغم هذه الدراسه كلها. يعني انا ما خططت اني انا ادرس انستراكشنال ديزاين وميديا تكنولوجي، انا طلعت ابى قياده، حلمي وحياتي الليدرشيب الكوميونيكيشن الومن الدراسات النسائيه وموضوع الفيمينيزم والمراه، يعني كانت هذه الفكره الاساسيه كانت في راسي. جميل. لما طلعت وشفت انه لا انا عندي تخبط، وفي نفس الوقت في دوله اتاحت لي المجال اني ادرس 3 تخصصات ادمجها في شيء واحد، فتعلمت فعرفت انه لا التخطيط يعني مهم وكله، بس في النهايه كمان نيتك. اذا انت يعني انا طلعت نيتي انا بادرس برفع راس امي وابويا، ابى ارفع راس بلدي، ابى ارجع مكه، ابى الناس كلها لما تتعامل معي تقول من جد قائده مكاويه. يعني الحين بداتي انه انت تخططين، لكن قبل كذا بدايه حياتك بالبركه بالبركه. وما اقول لكم يعني البركه لها كمان، يعني لها ما شاء الله تبارك الله لها اشخاص او لها ناس صحيح. بس يعني في النهايه تجي تستوعبي مع الفتره الاخيره صح. والوعي الزايد ما ينفع شيء اسمه بالبركه خلاص، يعني ان شاء الله ربنا يبارك، بس لازم اسعى للشيء، اسعى يا عبدي وانا اسعى معها صحيح صحيح. يعني وانا اقول لكم للان يعني بادرس، خلصت الماجستيرات الثلاثه وبدات في الدكتوراه الاولى، وما زلت تجيني فترات ارجع لموضوع العشوائيه وارجع بعدين ايش اوقف كده بيني وبين نفسي ارجعي. لكن هو ايش الشيء، انه تتغير شخصيتك، الشخصيه اللي كانت زمان منفعله وعصبيه وكده الان
لو ايش ما يصير فلوس اكثر جدا. طب يعني حلو، بس علياء حكينا اكثر، قلتي القياده يعني طلعت عشان القياده، حكينا على البارت او الجزء القياده. هذه ارجع من تربيه بابا الله يرحمه، يعني الاستاذ محمد كتي دار رباني، انه انت زيك زي الولد، زيي زي اخويا، انت رجال انت قادره. كان يقول لي انا عندي اربع اخوات رجال، اخواتي ربونا شالونا واحنا ايتام، فكنت اشوف هذا الشيء فيه جدا قوي. يعني كان يعتمد علي في شغلات لدرجه اقول لهم، حتى لما كان يروح في نادي الوحده كان ياخذني لعمري 12 سنه زيي زي كاني ولد، مو انه رباني انه انا ولد البنت المدلعه الغنوجه اللي لها سفليات. هذا اكيد مره ساعدك كثير يعني جداً. لما صحيح. يكون الاب كذا ينظر لبنته تحس سبحان الله تطلع اصلا شخصيتها رجال، الاب تمشي حياتها لوحدها او احد جنبها يعني. بالضبط. وبعدين سبحان الله ده الشيء زرعه في اخواني، ونفس الشيء انزرع في زوجي. زوجي يعني كان اول شيء لفته فيه كان يقول لي، انا كنت دائما اشوف بنات يشتغلوا في جميع المجالات، لكن ما كنت اشوف قائده. يعني حتى طريقه شغلي مع الشباب، ويمكن الجميع يعرفوا، او مع البنات اللي اكبر مني استاذتي وستي وسيدي، هذا يعني شيء منتهي منه. والاصغر مني كنت دائما اقول اولادي، لدرجه صاروا يزعقوا لي في امريكا، انت كم عمرك؟ ايوه انت كم عمرك؟ يعني ممكن يكون قدي انت قاعده تقولي له يا ولدي. اقول لهم اسلوب. وغير كده زرع فينا بابا الله يرحمه، كان كثير يحكيني قصه السيده خديجه رضي الله عنها، غير عماتي. عماتي انا اشوفهم قائدات رائعات. ودخلت عن طريق الدكتوره ابتسام الجفري، عرفتني على الدكتوره مريم صبان، من اوائل المبتعثات السعوديات اللي طلعوا درسوا اصلا من ما ادري كم سنه، الله يعطيها الصحه والعافيه، امي الروحيه الثانيه. دكتوره مريم اخذتني كده وانا في ذاك السن الصغير، وصارت تعلمني تقول ليه ما نمسك البنات من 13 سنه نعلمها انه انت قويه وقادره، ليش انا لحد ما وصلت وسافرت وطلعت امريكا وعملت وفعلت ماني من البنات اللي بكلمه ممكن انضحك علي، صح، او يعني اتغنش في كلامي، صحيح، او استخدم جسمي او استخدم جمالي او اي شيء للوصول. بالضبط عشان توصل. بالعكس عقلي هو اللي كان متحكم في هذا يعني الموضوع. حتى في ناس كانت يعني مرت علي فتره انا ما كنت انزل حتى صوري، انا ابغى اطلع بعملي، عملي يتكلم عني. واحيانا كنت اسوي عمل من غير ما احط اسمي، انبسط لما اشوف عملي منتشر بين الناس، حتى مو لازم يعرفوا يقول لك الصيت ولا الغنى، هو ده. صحيح. فكنت انبسط اقول هذا العمل. فسبحان الله دي الفكره اللي انا طلعت فيها. فلقيت انه، وكانت مشكلتنا في مكه لما بدانا من 13 سنه جمعيه القيادات الشابه المكيه، انه ما كنا عارفين نرسم برنامج. فلما طلعت امريكا قلت طرق تدريس خلاص حتساعدني، لقيت لا مو تدريس، ترى الهرجه ما هي تدريس، القياده لا تدرس، هي يا تزرع فيكي تمارسيها او تدرب. يعني صحيح. ممكن مع التدريب تكتسب، ممكن تكتسب كمان يمكن من تخبيطات الحياه. صحيح. او الخبرات اللي بتجيكي. أيوه. في الحياه هي كل علقه. صح. كل علقه كده تديكي. صحيح. يعني في شخصيات كثير نشوفها من البدايه ما يكون عندهم اساسا قدره. صح. على اللي نقدر نقول القياده، بعدين مع الايام مع المواقف مع الاشياء تكتشفي تقولي يا الله انا في قائد جواتي بس انا ما كنت عارفه هو فين صراحه. صحيح. بس ايمان تفضلي. لا كملي. طبعا احنا عرفنا انه انت عندك اسهامات في كتاب مبتعث، كتاب بصمات مبتعث، فانا حقيقي يعني حابه اعرف اكثر عن هذا الجانب. بصمات مبتعث من المنظمات اللي جدا جميله، بدات عندنا في امريكا من كذا سنه، ودحين ما شاء الله تبارك الله كرمهم الملك سلمان، اخذوا جائزه الملك خالد في الاعمال التطوعيه. كانت فكرتهم جدا بسيطه، من اخويا فيصل اليوسف طلع وقال انا ابغى اشوف، ما شاء الله احنا مبتعثين ترى والله عندنا انجازات حتى لو صغيره، بس ترى غيرنا احنا في دول العالم كلها صوره نمطية سيئة كانت عن بلدنا تغيرت بسبب البعثة، وجزاء الله خير الجزاء، والله يرحم الملك عبد الله إلا ادانا دي الفرصة. صحيح. وأهالينا إلا سندونا وساعدونا وطلعونا. صحيح. فكانوا كان عندهم شنطة كده صغنونة اكتب كل فيها واحد بصمته كده وارميها. فزوجي حتى مو أنا، فكان مبهور بأعمالي أياميها، فراح كتب. أخذت أياميها كنت أشتغل في جامعة، كنت من أوائل السعوديات فيها، فدي الجامعة رشحتني لجائزة Everyday Leader، يعني القائد حق كل يوم. حلو. وكانوا مستغربين انك بنت سعودية وتدخل انتخابات مع الامريكان، مو بس في اندية سعودية، لا في منظمات، واحيانا افشل واحيانا انجح واحيانا اطلع واحيانا انزل، بس ما عندك مشاكل مستمرة. حلو. فكان ده الشيء مرة عاجبهم، عجبتهم انه انا ترشحت لجائزة كبيرة زي كده، وتعتبر اكسلنت اوورد من جوائز الامتياز في امريكا، وفي واشنطن ستيت يعني من العواصم. حلو. بس عالية مع كل الانجازات هذه ما شاء الله اللي حققتيها، انا شايفة يعني دموع في عينك او شيء غريب، يعني ففي سر وراء هذا الموضوع؟ اسفة ان انا بسألك على الهوى هذا الشيء، بس انا حابه اعرف اذا في سر قد يعني هذا هو ما جاء هو شيء سهل. يعني احنا بوفاة بابا الله يرحمه من 14 سنه يعني حطتنا كده في موقف انك يا اكون او لا اكون، تلاقي من اوقف معاكي وقفات
الله يذكرهم بكل خير، اهلي اهل ابويا شالونا شيل كده من الارض، لكن كنا نبي نبني نفسنا، خفنا يصير فينا، فحطيت حملت نفسي دي المسؤوليه. انه مين اللي شجعك او دعمك من بعد والدك؟ بعد باب الله يرحمه طبعا اخويا الكبير سيدي عادل عماني بلا استثناء، يعني ما حذكر الله يخليهم الله يسعدهم، خالاتي عماتي عماتي للان، اكيد الوالده كمان كانت أكيد. على راس هذا الدعم. امي هذه لوحدها قصه، يعني كف الحاله. ايوه يعني احنا اذا انا طلعت في البدايه كان هدفي فقط دراسه ودراسات عليا، الان مستمره رغم احيانا تجينا ظروف جدا صعبه، ظروف مرض، مرضها امي تمرض وتتعب وتدخل مستشفى، سلامتها الف سلامه يا رب، وتسمع مثلا انه ليه مخليه بناتك يدرسوا ليه؟ لان امي كانت الوحيده من بين خالاتي السبعه اللي كملت دراستها، فكانت عارفه اهميه ذا الشيء فعلا، وكانت هي تقول لنا يعني حتى خلال مرضها تبغانا معاها، واحنا قلبنا متقطع، يعني انا امي الان في المستشفى واتمنى الجميع يدعي لها انه ربي يرفع عنها ويخليها لينا، هي ام وابو. في نفس الوقت تحسي انه يعني احنا شايفين كده بس احنا نبي نقوى عشانها، وانا بنتها الكبيره، انا ضعفي ضعف اللي اصغر مني. صحيح. بس قوتك تقويها. صحيح. بالضبط. واكيد هي فخوره فيك أكيد. اليوم زي ما احنا فخورين فيك. انا لما شفت الان موقف اخواتي، لما واحده تقول لي انا اجل، ولا انا تقول لي اطلعي، انا اجلس روحي احنا نقعد، لما اشوف اخويا اللي عمره 16 سنه يقول لي انت لا تشيلي هم ولا تفكري الا احنا حنسوي، ليه؟ لانه متربوا كده، لانه هذه الادميه ربتنا كده، ومحمد كتي ربانا كده. الله يخليها لك يا رب، وان شاء الله يشفيها ويرفع عنها، وما تتخيلي قديش احنا فخورين فيكي، واحنا متاكدين راح توصل ان شاء الله لاعلى المراتب. بدعواتكم ودعوات جميع الاحبه، مره شكرا انه انتم كده يعني لقيتوا لي وقت، ويعني قدرتوا ظروفي وسفري وكده وقلتوا لي ولو تستاهلي حقيقي. انت تضيفينا واستاذه علياء مليباري خبيره التصميم الالكتروني والقياده، شكرا لتواجدك معنا، ولك منا كل التقدير. الله يسعدك، اتمنى لك المزيد من النجاحات ان شاء الله، وانتم كمان الله يسعدكم. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل قصير بعد هذه الفقره الجميله، ونستكمل من بعدها بقيه فقراتنا لهذا اليوم، خليكم معنا.